قبل أن تنهمر المياه هنا تمر عبر جبال وغابات، ثم تنحدر بقوة لتغسل أمراضا عضوية وأخرى نفسية لأمثال هؤلاء الزوار الذين يأتون من مناطق شتى من داخل أثيوبيا وخارجها. واندوغنت مكان يقصده الزوار بغرض العلاج بمياه ينابيع ساخنة. أنا من سكان أواسا، أقصد هذا المكان كل أسبوع. هذه المياه تفيد صحتنا وتخفف عنا الضغوط، ويقصدها الكثير من السياح بغرض الاستجمام، فضلاً عن كونها علاجاً لآلام المفاصل وتحسين المزاج. تجد هذه الينابيع اهتماماً من سلطات السياحة في إقليم سيداما لكونها مصدر دخل للسكان ومركز جذب سياحي وأفضل الوجهات وأقدمها في العلاج بالمياه الحارة. هذا المكان يقصده السكان والزوار الذين يطلبون العلاج الطبيعي من الكثير من الأمراض، خاصة تلك المتعلقة بالبرد. وفي المكان أيضا يتوفر الهواء الخالي من تدخلات الإنسان. هذه المياه تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من العرب والأوروبيين. بدأ الاهتمام بهذا المكان منذ عهد الإمبراطور السابق هيلي سلاسي، الذي بنى مقر إقامته في جنوب البلاد بالقرب من هذه الينابيع، ما يضيف للمكان قيمة تاريخية. القادمون من أواسا ما عليهم سوى أن يقطعوا مسافة 24 كيلومترا لكي يصلوا إلى هذه الينابيع ويستمتعوا بدفء هذه المياه التي لا تحتاج إلى غاز تدفئة ولا حطب ولا نفط، وهي بالتالي تساهم في التقليل من انبعاثات الغازات المسببة للتلوث. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، إقليم سيداما، جنوب.